مصطفى الكيحل الكاتب الوطني للنقل الطرق الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، عضو في التنسيق الوطني لقطاع سيارة الأجرة اللي هو منظم هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية. والتنسيق بطبيعة الحال استنفد جميع طرق الوسائل، لا مع وزارة الداخلية ولا مع مصالح وزارة الداخلية، وبحكم أن النقابات والتنسيق كيتواجد مدينة الدار البيضاء، وبأن والي جهة الدار البيضاء سطات هو مسؤول ومرؤوس السيد وزير الداخلية وجهاز حكومي، فهذه الوقفة السبب الرئيسي ديالها الأول هو انعدام الحوار. ملي الإدارة كتسد باب الحوار وكيتغلق أمام وفي وجه المؤسسات الدستورية، لأن النقابات هي مؤسسات دستورية، هنا كنستحضروا أن الإدارة ما كتحترمش هذا المبدأ. والإدارة ملي ما كتحترمش المبدأ ديال العلاقة القانونية والتنظيمية، كيبدا التأجج، كيبدا الاحتجاج، كتبدا الإضرابات. وبالفعل أن قطاع سيارة الأجرة الكل يشهد، وهذا ماشي كلامنا حنا، هذا كلام يعني عموم المواطنين والمواطنات ولا المهنيين، أن بدات العملية ديال التشريد والبطالة. القطاع إلا بينا نأهلوه خاصو يخضع لواحد المعيار أساسي، هو أننا نوفروا الحقوق. نوفروا الحقوق عاد نجيو للواجبات. السيد وزير الداخلية مشى للواجبات وخلى الحقوق. إذا ملي غنشردوا حنا هاد العائلات وهاد المهنيين اللي هما باقيين منغامسين في الريع وباقي الجريمة، والسيد وزير الداخلية كنا كنستبشروا أنه غادي يخرج قانون منظم للقطاع وغيتقدم به الأمانة العامة ويناقشوا معنا أولا، عاد نقولوا فعلا أنه راه حنا وصلنا لواحد المرحلة من بعد جائحة كورونا اللي كبدات هذا القطاع ولا عموم المواطنين ولا العالم خسائر اقتصادية واجتماعية وظروف متأزمة، ولا سيما أن الحكومة قبل من هذه الحكومة اللي أعطات واحد العنوان القطاع سيارة الأجرة أنه قطاع غير مهيكل، بمعنى أنه القطاعات غير مهيكلة. خصنا نكونوا اليوم هذه الحكومة تجيب نموذج تنموي معقول منطقي باش تحرر هذا القطاع من القيود الاستعباد والاستعمار والاستبداد، لأن الريع الجريمة هذه كتعرف واحد السنوات خلت. ما نجيوش اليوم نقولوا فعلا عطينا ورقة للقطاع ديال أنه باش اللي غيكري غير المهني. إذا هذا الاستغلال، استغلال بطريقة أخرى. حنا بغينا المهني هو اللي تكون عنده رخصة وينعم بالحقوق ديالو، ماشي تجدنا دوريات وزارية فيها تكريس الريع، فيها تكريس الاستغلال، وغيبقى دائما هذا المهني هو عبد لواحد المواطنين اللي ما عرفناش حنا، يعني واش حنا مواطنين عندنا عدالة اجتماعية؟ واش كاين المساواة؟ شكون هاد الناس اللي واخدين الكريم؟ ما انا كاين وثيقه دستوريه هي الحكم بيننا وبين هاد المواطنين اللي عندهم كريم، وهاد السائق المهني ما عندوش كريمه. علاش؟ انا سؤال كنطرحوه من خلالكم. اذا الوزير الداخليه خصو يعرف بانه راه دوز معنا مرحله وحرب ان صح التعبير في جائحه كورونا، وهاد المهنيين كمواطنين يعني عانوا ظروف اجتماعيه واقتصاديه قاهره. الوقفه الاحتجاجيه الانذاريه اليوم كتنبني على امر مهم، هو انه يكون تفاوض ويكون حوار جدي مع المسؤولين السيد وزير الداخليه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.